دنيا غريبة يا فوزي، القدر يسبقني وياخد لي طاري منك ويفرض عليا ان اخد طارك وطار العيلة من خالد الدالي والمافيا. بس اوعدك المرة دي محدش هيسبق سعد الدالي. يا سعد بيه، انا سبق وقلت لسياده المقدم لما جالنا المستشفى بعد الحريقه اني ما بتهمش حد. يا سعد بيه، ده مش حريقه بس، ده في 9 جثث اتفحموا، ده غير المرحوم فوزي الدالي. الله يرحمه. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف يعني اللي اتحرقت مجموعته انا، والناس اللي ماتت دي طاقم الحراسه بتاعي. انتوا بتحققوا معايا كان انا الجاني. يا سعد بيه، اهدى من فضلك، محدش اتهم سعادتك بحاجه،
بالعكس يا فندم، احنا طول الوقت بنساعد حضرتك عشان نوصل للعمل كده في العيلة. تأكدوا لو اعرف اي معلومة تفيد التحقيقات هقولها، لان هبقى انا المستفيد زي ما انت قلت. بس انا ما بتهمش حد. وخالد الدالي؟ ماله خالد الدالي؟ في ناس شافوه وهو خارج من المجموعة اثناء الحريق. ما افتكرش. طب وتفتكر سعادتك خالد الدالي كان هربان بره البلد ليه؟ يعني عشان قضية الصالحية اللي متورط فيها مع شركاته. يا سعد بيه، احنا عندنا معلومة بتؤكد ان حضرتك حولت خالد الدالي للتحقيق قبل هروبه بره البلد. كنت بتتهمه بالاختلاس وافتعال حريق في مخازن مصنع البلاستيك. ده صحيح، بس كان في سوء تفاهم يعني. امين المخازن نقل شوية من البلاستيك لمخزن الامرية ومبلغنيش الا بعد ما عرف بحكاية التحقيق، والدليل ان انا امرت بوقف التحقيق مع خالد. في اسئلة تانية؟ على العموم احنا لسه مكملين تحقيقاتنا واكيد هنتقابل تاني. احنا لسه عندنا 3 خطوط مفتوحين ما تقفلوش: محاولة اغتيال سيادتك، وحريق المجموعة، وقضية الدكتور خليفة هنداوي. ربنا يقويكم. اسمحوا لي؟ اتفضل. يا بابا انا كان قلبي عليك مش اكتر. جايز انا خرجت عن شعور وانا بكلم حضرتك، بس حضرتك كمان مديت ايدك عليا لاول مره في حياتك ومقاطعنا اهو بقالك فتره. خلاص حضرتك عارف اني داخل مزاد على البوتيكات في بورسعيد، وبخلص اجراءات شركه الشحن اللي عايز اعملها هناك، ومحتاج رضاك عني عشان الرب يوفقني. ارجوك يا بابا ارجوك. ممكن تاجل سفرك شويه؟ ده مزاد يا بابا، واحتني السوق سنين سنانهم وناويين يبلعوا الحكايه. عموما خلي بالك من نفسك وتابعني اول باول لو حصل جديد. ممكن بقى تسيبني اروح شغل انا كمان؟ ممكن قوي. اتفضل حضرتك. على مالك انت؟ ايوه بالراحه بالراحة. خدوها جوه الناحية دي. تعالوا عشان تاخدوا التانية. ايه الأخبار يا رفي؟ كله تمام يا سعد. وباسم فين؟ جوه مع العمال والمهندسين. شدوا حيلكم يا رجاله. هي بس الباشمهندس بيقترح ان احنا نغير لون الوجه. اللي انت تشوفه صح اعمله. انما ما قلتليش بقى ايه حكايه الملحق الاقتصادي بتاعنا في لندن اللي قلتلي افكرك تكلمه لما نوصل. مش بالي حكايه تاجيل استلامنا المصانع لندن لمده شهر، يعني الحجج اللي بعتينها في التليكس مش مقنعه. وده ايه اللي مش مريحك فيه يعني؟ يعني مفيش حاجة معينة، بس دي هواجس في دماغي ومش هنتأكد منها أو ننفيها إلا لما نعرف إيه اللي حصل. Good evening Mr. Solomon. Good evening sir. I'm really flattered to know that you still remember me. Well the truth is that your reputation along with your history in the Middle East are the main reason for your existence here. As I said before, I'm flattered. But I quit long time ago. But when you read this file, I'm almost pretty sure that you're gonna change your mind. Another mission in the Middle East. It's not very tempting for me to go back into business. I tell you what. You just had fun in your ranch in Texas, and I'll be waiting for your response. And anything you will be asking for, and I mean anything, it will be transferred to your account. This is really very nice of you, sir. I'd like to bring up something in your mind that your competitor is from the kind of people that you would like to deal with. What's his nationality? He's Egyptian. And the rest of the data is in the file. And I'd like to let you know something here, that the net result that you will achieve is with him. And the most important thing and dangerous, if you failed up this mission, we will not be able anymore to stand for any Arab businessman. And it is possible that the economic plan for all Europe
and the US for the next 20 years will be horrible. And may I know the name of the genie who came out of the Middle East lamp? Well, it's hidden here in the file. صباح الخير يا سعادة البي. عملت ايه في موضوع الناس اللي بيدوروا عليك في اوروبا؟ لسه والله يا سعد. يعني المسألة دي محتاجة شوية صبر. تنساش ان المافيا اكيد مخبياه في حتة علشان عارفة ان الامن بيدور عليه. بيدوروا عليه ليه؟ مفيش تهمة ثابتة ضد خالد في أي حاجة. ده حتى موضوع الصلاحية المستشار سلامة قال انه هيطلع منه براءة لأن الأوراق كلها باسم أبوه. وحريق مصنع البلاستيك أنا برأته منه. وكل الأدلة اللي كان ممكن تدينه في حريق المجموعة أنا بوظتها بيه. عموما أنا بتابع الموضوع تقريبا يوميا. من حق في واحدة اسمها رشا المندراوي قلبة دماغي تليفونات عايزة تكلمك ضروري. افتكرش إن أعرف واحدة بالاسم ده. ما قالتش عايزة إيه؟ موضوع خاص بالمرحوم فوزي الدالي. فوزي؟ بشوف عايزة إيه ما عنديش وقت. ما تشغلش بالك، عموما أنا كنت ناوي أخلص الموضوع ده بمعرفتي. ما فيش حاجة في الدنيا ممكن تخليني أشغل دماغي غير إن أعرف خالد الدالي فين. اتفضل. يعني ايه؟ المعلومات اللي وصلتني كلها صح؟ اهدى شوية يا خالد، هتفرج علينا الناس. تظف الناس؟ كل اللي عملته راح يا هانم، عارف يعني ايه كل اللي عملته راح؟ العيلة كلها نجت، فوزي الدالي بس هو اللي مات، كله عاش. طب ازاي؟ عمرك ما هتعرف تفكر مظبوط وانت متعصب كده. اهدى شوية. هفضل طول عمري هربان بدل ما احط ايدي على كل حاجة؟ سعد الدالي عمره ما هيرحمني. وهو عارف انت فين؟ وبعدين هو صحابك كلهم حواليك وبيحموك. لحد امتى؟ الناس حساباتها بتتغير. اللي النهارده ليه لازمه عندهم بكره ممكن جدا ما يبقاش ليه لازمه، وساعتها هيبيعوه بارخص ثمن. خالد هنعمل ايه في موضوع بابا؟ هنسيبه مروي في السجن كده؟ مش انت وعدتني؟ قال لي اطلع من نفوخ، انا مش ناقصك، كفايه اللي انا فيه. البابا يا خالد. دكتور ناشد، دكتور ناشد الحقني بسرعه. ايه ده؟ ازاي ده حصل؟ وانت كنت فين؟ هي طلبت مني حبايه زلام عشان تم، رحت عشان اجيبها من ال... يا سلام، يعني المريضه اللي تحدد نوع الدواء والوقت اللي بتاخده فيه كمان. هي فين يا هانم؟ افرع رايحه الحمام. طب اوعى من وشي. مدام هبه، مدام هبه، احنا عارفين ان انت جوه مش كده؟ ما انت لازم تخرجي عشان نتكلم مع بعض انا وانت بالراحه زي ما اتعودنا. بقولك ايه، حضري لي حقنه مهدئه على ما اقنعها انها تخرج بسرعه. Mr. David Walsh from Lancashire, Francois Caesar from Paris, our legal lawyer Mr. Bronson, Gerard Rush from Bonn, and finally Signor Brilioni from Sicily, and me, Jacques Patterson, the owner of Patterson Group for the light industries in London. Welcome you. Yes? Mr. Jacob Salomon is here. Welcome, Mr. Soniman. Please have a seat. Mr. Jack, gentlemen. With the arrival of Mr. Soniman from Washington, we are now ready to start our meeting concerning Saad al-Dali's danger. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا هو أذنبي، خليها جوه كامل. دي حملة دعاية متكاملة سعادتك، أخبار وجرايد ومجلات وإذاعة وتلفزيون. وإيه ده؟ إيه ده؟ سعادتك الرقم الموجود ده مظبوط؟ 150 ألف جنيه مبدئيا. مبدئيا؟ دي أوامر سعد بيها عشان حملة الدعاية. طلب مني إن افتتاح المجموعة يكون حدث تتكلم عنه الدنيا كلها. هو فعلا سعادتك بالمبلغ الكبير دوت هيبقى حدث. المهم يا سعادتك تشوف لنا بقى مخرج كويس، ويا ريت تستغل علاقتك مع الممثلين المعروفين عشان يشاركوا في حملة الدعاية. فكرة. يعني ممكن يكون السلمون والبلوبيف اللي جايين أحسن كمان اللي في السوق، بس المشكلة إن الناس ما تعرفهمش ولا سمعت عنهم. نعرفهم، دي بسيطة. حملة دعاية قوية قبل ما السلعة بتاعتنا هتنزل هتخلي اسم السلعة بتاعتنا على كل لسان. بس خلي بالك ما بلغيش مصاريف الدعايه، لان كل ده هيتحط على دماغ المستهلك. سيبوا المساله دي عليا انا مش عايز اكسب كتير في الاول لحد ما المستهلك يتعود على المنتجات بتاعتنا، بعد كده
ربح هيجي على ماله. و tried very hard through Signor Brilioni to keep Sad Dali away from our factories, but we failed. Mr. Jack, I know that you used the efforts of Signor Brilioni before to stop Sad, and you failed. You failed because the man needs a very special way of treatment. That's if we intend to keep our interests and save our money. Mr. Suleiman, I'm waiting to see how you are going to solve the problem of Sad Dali. We can do nothing now. He keeps following the regulations. Regulations? Very well. Let's go through them quickly, because I'm very tired and exhausted, and I really need to rest. هي إيه اللي وصلها للحالة دي؟ غلطة يا هانم. غلطة مش هتتكرر تاني إن شاء الله. غلطة؟ بنتي من ساعة ما دخلت المصحة هنا عندك متقدمتش خطوة واحدة لقدام. يا هانم دي مش عملية جراحية أو إيد أو رجل مكسورة. دي صدمة عصبية. عقدة ذنب عشان إحساسها إنها السبب في اللي حصل للعيلة. عشان كده لازم نتعامل معاها واحدة واحدة ونأهلها نفسيا صح عشان ترجع طبيعية من تاني. يبقى على الأقل لازم نركز في الرعاية الطبية أكتر من كده علشان إحنا كمان نطمن. دي مهمتنا يا هانم. هي دلوقتي واخدة حقنة مهدئة مش هتصحى قبل بالليل. وأنا بقول يعني مفيش داعي لقعدتكم جنبها. أي جديد هنبلغكم بيه. بقى في حياتك يا صفوت بيه؟ هي صورة. انت مش عزتني قبل كده؟ انت اصلك ما تعرفش المرحوم كان عزيز عليا قد ايه. كذاب. وبعدين بطل تدب عينيك اللي تتعمي دي في كوبايه الشاي بتاعتي. انا ما اقصدش يا صفوت بيه، انا بس عايزك تاخدني صاحب ليك اهو، ندردش مع بعض ونسلي بعض. صاحب بأمرت ايه رزق؟ ولا عشان يعني من الباقيين بيعاملوك زي الكلب الجربان جاي تترازل علي انا؟ الله يسامحك يا صفوت بيه. طب ايه رايك بقى تعزمنا على واحد شاي ونكمل كلامنا لحد الفسحه ما تخلص؟ انت يا جرع انت ما بتحسش؟ انت عايز مننا ايه؟ مش كفايه حبستونا ودخلتونا السجن؟ ده انتوا عالم مقرفه. امسك يا صفوت بيه. اسمعني بس، تعالى بس هقول لك على حاجه يا راجل بقى. ايه انتوا مش واخدين جنب مني؟ انت فاكر ان صفوت الدالي هيبقى ظهري ليك هنا واحنا في السجن؟ تبقى غلطان. انتوا عايزين مني ايه؟ مش كفايه ان انا الوحيد اللي فيه كل خسرت كل اللي وراه واللي قدامه من يوم ما عرفتكم؟ ده تمن كوبايه الشاي وعلبه السجاير ما بقتش لاقيهم. مش انت اللي غرقتنا وقلت ان احنا كلنا مشتركين معاك في شحنه المخدرات؟ انت لو كنت فتحت مخك كنا كلنا وقفنا جنبك وخرجناك منها وحطيناك جوه عينينا، صح؟ هاني هاني الحق جدك نفسه رايح وعاوز يشوفك حالك. الف سلامه على جدك هاني بيه. ان شاء الله خير. خير؟ خير؟ ده مش خير ابدا يعني. ايوه يا عادل. نشوة تعبانه قوي، شكلها هتولد قبل ميعادها. يلا بسرعه حبيبي، حصلنا على مستشفى سان ايتان بسرعه. مش قادره يا ماما، تعبانه. ما تشوف عليك حبيبتي، حالا هنكون في المستشفى. تليفون من رشا المندراوي يقول لها هقابلها بكره. لا يا فندم، مش رشا المندراوي، ده تيليكس جه من لندن ومش عارفه اعمل فيه ايه. الورد جميل جميل، الورد الورد جميل. ما شاء الله بقى الورد يسقي الورد برضه. الورد لما بيكبر بنتفرج عليه هو بيموت وما بنقدرش نعمل له اي حاجه. والظاهر اني بقيت زيه فعلا يا بابا. ليه يا بنت كفر للشر تفهم من بقك؟ هي العمليه معصدقه حبتين لكن معلش كل تاخيره وفيها خيره. ايوه طبعا يا بابا، انا ما اقدرش اقول اي حاجه، بس مش ملاحظ ان كل ما اجي اتجوز انا وباسم لا اما حد يموت لا اما تحصل مصيبه. اه معاك حق يا بنتي، ربنا يدينا طولة العمر واحضر جوازتك اللي يعلم بها ربنا دي بقى يا رب. بحي افراح اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عارف احيي الفرح الجملي ده.
بلغ المهندس اسامه ان انا امرت بصرف مكافاه شهرين لكل اللي شغال هنا. الف شكر يا سعد بيه، حضرتك تأمرنا بحاجه ثانيه؟ لا متشكر، تسلم ايديكم. ماشي، السلام. مع السلامه. ايه رايك يا ألفت؟ حلوه يا سعد، معقوله؟ خلصتوها في وقت قصير قوي يعني. طبعا. انا كنت عايز اقول لك حاجه. ايه يا حبيبي؟ انا بفكر تقلعوا اللون الاسود، ما تبصليش كده، الحزن في القلب مش في اللبس، وبعدين لا انا ولا انت ولا اي حد في العيله ممكن ينسى حسام الله يرحمه. يعني انا عايز الولاد يحسوا ان احنا بقينا اقوياء عشان نعدي المرحله دي. وبعدين في بلاد الناس لما بتموت فيها بيلبسوا عليهم ابيض، يعني الحزن مش بالالوان. صباح الخير يا عم ابراهيم. صباح الخير يا رفي بيه. سعد بيه صح ولا نايم؟ مساله حضورك دفن جدك الحقيقه مش في ايدي، بس انا عملت صلاتي وان شاء الله خير. بيا في حياتك مره ثانيه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا رفي؟ هو انا اللي بقول يا سعد؟ التلكس اللي جه بيأكد انك لازم تكون في لندن بكره الظهر الساعه 1 على اقصى تقدير علشان توقع عقد استلام المصانع. ميعادنا كان اخر الاسبوع اللي جد. اللايحه. لايحه ايه؟ ابقى في لندن بكره ازاي يعني؟ ادعك مصباح علاء الدين ولا اركب بساط الريح؟ طب ما تخلي الملحق التجاري في سفارتنا ينوب عنك في الامضاء. ما ينفعش، كل الاوراق هناك باسمنا. ما هو توترك ده يا سعد مش هيفيدنا بحاجه، احنا لازم نشوف طريقه علشان تسافر بيها. انت الباسبور بتاعك صالح والفيزا صالحه مش كده؟ ايوه بس مفيش بس، شوف لنا طياره باي طريقه، ان شاء الله ناخد طياره خاصه. المهم الليله نبقى في لندن مش بكره. حاضر يا سعد، عن اذنكم. اتفضل. وبعدين يا سعد ما تهدى شويه، مالكش نصيب يا سيدي في المصانع مش مهم، بس ما تعملش في روحك كده، اهدى. ايه الكلام بتقوليه؟ وحسام اللي راح ودم اللي اتصفى والمجموعه اللي اتحرقت وفوزي وكل المصايب اللي احنا فيها دي بسبب المصانع، جاتوا لي يسيبها؟ ده ما يرضيش ربنا. اسمعي، اسف معلش عليت صوتي، عايزك تخشي اوضه المكتب تدوري على اي ورقه متعلقه بموضوع المصانع دي، حتى لو قصوصه ورق صغير. خايف الجماعه دول يدبروا لي مؤامره تخليني ما امضيش بكره. Mr. Solomon's idea is going to destroy Saad al-Dali forever. But legally, of course. Oh my God, here comes our friend, Mr. Berlioni, the devil in disguise. Very well, let's grab our drinks. We shall drink to the honor of Mr. Saad al-Dali. Cheers. 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 You mean because his arrival in London? Impossible. How can be? Saad al-Dali in London? Yeah, he arrived 1 hour ago. With Rifki Aziz. Even if there is still a lot in store for him. Believe me you, Mr. Jack, Saad al-Dali has seen nothing yet of Solomon's tricks. عشان خاطري بقى واحد. طب قولي لي بتعيطي ليه بس؟ يلا يلا. الو، ازيك يا سعد؟ عامل ايه؟ انا بخير يا ألفة، تطمني. لا انا كلمت في البيت واخدت النمره من رضوى. طمنيني هبه عامله ايه؟ هي بخير؟ يا حبيبي كويسه. بابي بيسال اقول له بانك عامله اضراب عن الاكل. ألفة. ايوه يا سعد. اديها لي اكلمها. حاضر يا حبيبي، ثانيه واحده. خدي بابي عايز يكلمك. امسك، خليكي كويسة بقى. يبقى سمعاني يا حبيبتي، لو سمعاني انت وحشاني قوي. وحشني حسام الصغير، ونفسنا كلنا ترجعي زي ما كنتي، ونفسي وانا راجع من السفر الاقيكي اول واحدة بتستقبليني. توعديني يا هبة؟ في ايه بس؟ معلش يا سعد، هي مش عارفة تتكلم. معلش، خليكي جنبها على قد ما تقدري. لا اله الا الله. محمد رسول الله، مع السلامه. في ايه بس يا بنتي؟ ها ايه الاخبار؟ طمنا على الولاد. ربنا يستر. مالك وشك متغير ليه؟ هيبان. هو ايه اللي هيبان؟ بص ورايا هتلاقي في اتنين واقفين بيراقبونا. وايه يعني؟
جايز مستنيين حد، جايز مستنيين واحدة ست. عموما يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. هنشوف، تعالي نتمشى. للأسف يا سعد تخمينك طلع مش مظبوط. تلاقيهم بيأمنوا علينا، أكيد وصلنا لندن فجأة ربك حساباتهم وتلاقيهم عايزين يعرفوا خطوتنا الجاية إيه. لما أنت عارف كده، إيه نظرة القلق اللي في عينيك دي؟ هبة عرفنا. مالها هبة؟ مش ألفة طمنتك عليها؟ أنت فاكر إن أنا كده اطمنت؟ وما كانش قصاد ألفة غير إنها تطمني وأنا بعيد عنها. موقف دلوقتي يا سعد محتاج تركيزك بالكامل. قبل ما تقول أي حاجة أنت عارف كويس قوي هبة بالنسبة لي زي مينا بالظبط، وقلبي موجوع عليها قوي، بس إحنا لو غفلنا، لو سرحنا يمين ولا شمال، رقبتنا مش هتفضل فوق كتافنا لحد ما نوصل مصر. عارف عارف، بس مهما كان في خطر بيهدد حياتنا ما تطلبش مني إني ما أخافش على بنتي. إيه يا عادل؟ وشك متغير ليه؟ نشوى جرى لها حاجة؟ الجنين يا سناء. ماله؟ الجنين وضعه مقلوب في بطنها. يعني إيه؟ إن سناء استني بس، ما حدش هيسمح لك تخش. دلوقتي في طوارئ بيجهزوا أوضة العمليات. عمليات؟ قول يا رب، قول يا رب يا سناء. يا رب. كده يا غالي بقى عندك شركة شحن وتفريغ ورقة كامل 100%. تمام. تشكر يا غالي. يدوم يا باشا. تمر بأي خدمة تانية؟ لا تشكر يا حمو، بالسلامة أنت. السلام عليكم. مع السلامة. مساء الخير يا باشا. اهلا، مساء النور. ازيك يا عاطف؟ اقعد. احنا لسه هنقعد. ايه مستعجل على الرجوع للقاهره؟ ولادك وحشوك من ليلتين سفر. لا ولادي ايه، انا غرضي بس نرجع علشان نخلص فلوس البوتيكات اللي رسيت علينا قبل نهايه الاسبوع زي ما طلبوا مننا، لان فعلا المبلغ كبير ومحتاج. ما تشغلش بالك بموضوع الفلوس يا عاطف، ولا انت ناسي ان ابن رفقه عزيز؟ great all papers are good brilliant can we sign now if it is suitable for everybody I'm ready. Mr. Jack, Mr. Jacob Solomon. We are ready to sign as well. Okay, let us sign. Mr. Peterson, which kind of payment would you prefer? In cash, of course. Cash? According to the regulation, the seller has the right to determine the way of payment that suits him. It is a great amount. And of course, I'm not ready to carry all this big money with me. No problem, Saad. We can send the telex to Egyptian bankers to transfer this amount. What do you think? We don't mind. Great. Then, of course, the legal lawyer must pinpoint the right time to pay the money in order to keep everything as legal as possible. The regulation set it out. The amount should be settled in cash today exactly before 3 p.m. How come? Bank transfer shall not take less than 48 hours. It's 45 million sterling pound. If I were in shoes, Mr. Saad, I mustn't waste time. I should have started immediately. Otherwise, you're gonna get a dead end. In case we couldn't pay the money before 3 p.m., what gonna happen? As per the regulations, insurance shall be refunded to you and the bid shall be awarded to the next offer by the American company. ده تعجيز وإصرار مشبوه على إن المصانع تروح من إيدي. ما تزعقش يا سعد. آه معاك حق. لا يكون في اللائحة بد إن لو عليت صوتي المصانع ترسع الأمريكان. طب اهدى كده بس عشان نفكر هتتصرف إزاي بسرعة. فاكر ميشيل الصايغ بتاع لبنان؟ أيوه فاكر. عنده بنك هنا. وأكيد مش هيتخلى عني. أنا آسفة، مستر ميشيل السايغ في سويسرا، مش هيرجع قبل التلات أيام. طب في حالة غيابه، مين بينوب عنه في حل الموضوعات المهمة؟ محدش في البنك يقدر يفيد سعادتك في أي حاجة مهمة لحد ما يرجع مستر ميشيل. أنا آسفة. خلاص يا سعد، مش معقول طبعا نعاند القدر والنصيب اكتر من كده. للاسف هما لعبوها معانا كويس قوي. احنا نرجع بقى نحضر الشنط وانت استريح شويه، انا هروح ااكد الحجز في شركه الطيران وربنا يعوض علينا.
بس ربنا ما يرضاش بالغدر ولا بالخديعة. أيوة احنا مش هنعاند القدر يا سعد. تاني يا رفقي تاني، مال القدر ومال قذارة البشر وغدرهم ببعض؟ سيبنا رفقي لوحدي. الله، أسيبك إزاي بس يا سعد؟ معلش عايز أقعد أفكر لوحدي، أشوف إيه اللي حصل وأتعلم من الدرس اللي وقعنا فيه عشان ما نقعش فيه تاني. سيبنا رفقي عشان خاطري. Congratulations, Solomon. Saad Eddal is disappeared. And the time is 4:58. This man is dangerous. He will never give up so easily. He's unpredictable. You can expect anything from him. God damn it, the clock is not ticking. 1 minute. Only 1 minute and you contact your people. Sorry. I decided to be here a few minutes before 3 o'clock. Otherwise, the regulation would never ever give me any excuse. Right, Mr. Suleiman? Please have a seat. I'm not here for rest. I have just come to prove my presence before proceeding to the cashier. And also to assure you that I'm fine. Yalla bina ya Rafi. لحظة واحدة لو سمحت. انت على بال ما تنزل الدور الاولاني عشان تدفع في الخزنه هتكون المهله اللي في اللائحه خلصت، ولا انا كلامي غلط؟ يعني يا ربي بعد المجهود ده كله والتعب، استغفر الله العظيم. واضح انك راجل مؤمن جدا يا سعد بيه، وبما انك مؤمن يبقى لازم تبقى عارف ان كل شيء في الدنيا دي نصيب. ونعم بالله. جاك، get Mr. Saad and Mr. Rifi something cold to drink. على فكرة التليفون ده من الخزنة هنا عشان يبلغوكوا ان احنا دفعنا ثمن المصانع بشيك مقبول الدفع، واللايحة بتسمح بالنوع ده من الشيكات، وده صورة من الشيك اللي دفعنا بيه، وده ايصال من الخزنة بالاستلام. خد رفقي وريك. مستر جاك، بليز مستر سليمان كولد درينك بليز. دلوقتي المصانع بتاعتي عن اذنكم. كويس قوي كده، نروح نستريح بقى. انا مش هستريح لما اطمن على المصانع، نشوف الحاله اللي هي عليها. بليز فولو اس بليز. رايح شوية يا هاني يا ابني، على الأقل تبقى فايق لو سمحولك تحضر الدفنة. إيه؟
هما كمان ممكن ما يسمحوليش احضر دفن جدي وكان لي حد في الدنيا غير انا وامي. ليه نسيت لبنى؟ ايه بقى انا غلطت في ايه؟ انا غلطت في ايه؟ انت عارف لو جبت الست البت دي تاني انا هخلص عليك، انت فاهم؟ مش كده يا هاني يا ابني، استهدى بالله وربنا قادر يجعل في قضاها رحمه. لبنى شد حيلك يا مدام لبنى، انا ما كنتش اتمنى بلغك بالخبر الوحش ده، بس هنعمل ايه؟ ده قضاء ربنا ولازم نرضى بيه. انا كنت عنده اول امبارح وضحك معايا وطمني. طب مات ازاي؟ الضابط صاحبي اللي بلغني بالخبر قال لي ان الزكي باشا حصل له هبوط حاد في الدوره الدمويه، حاولوا يسعفوه بس للاسف كان الوقت فات. اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين؟ هاني مش هيسيبني في حالي. لا بالعكس يا مدام، وانا اسف اني بقولها لك، مصائب قوم عند قوم فوائد، وانت لازم بسرعه تعملي اعلام الوراثه عشان تضمني حقوقك بشكل شرعي، وساعتها لا هاني ولا غير هاني يقدروا يعملوا معاكي اي حاجه. اللي تشوفه في صالح اعمله، انا ما عادش فيا دماغ اعمل اي حاجه. كفايه عليا اللي فيه. اديك عملت اللي في دماغك ولفينا المصانع وعيننا كل حاجه. ممكن بقى تقول لي انت ازاي في الوقت القليل ده قدرت تدبر المبلغ ده كله؟ يا سعد انت هتضحك؟ انا معاك من امبارح وعلى اعصابي، ارجوك ارحمني بقى، اتكلم قول لي. بعد ما سبتني ومشيت كنت لسه في ذهول، وكل الظروف الصعبة اللي مرينا بيها عدت قدام عينيا. حسيت اني سلمت بسهولة واني ما عملتش اللي عليا لآخر لحظة. كلمت ألفت في مصر، كملت منها النمر اللي كانت ناقصاني لكل رجال الأعمال العرب والشخصيات المهمة اللي موجودة في لندن، لحد ما عرفت ان الرئيس العراقي موجود في لندن. خدت تاكسي وطيران على هناك بعد ما نسقت مع سكرتيره بالتليفون. احنا ما نسينا الاعمال اللي سويتها في تحسين جيش العراق للسنوات الماضيه، وسيادة الرئيس امر بعمل شيك مقبول الدفع بالمبلغ اللي تطالبه، وعلى وجه السرعه تلحق سدد ما عليك. بارك الله فيك. طب عايز اعرف الطريقه اللي هسدد بيها المبلغ. ساعد بيك، الحق وقتك غولن، بالليل ان شاء الله نلتقي قبل ما تسافر نتكلم على راحتنا. شكرا سياده الرئيس كتير. الحمد لله، ربنا يبارك لنا. ألف حمد وألف شكر. أنا كفاية عليا القهرة والحسرة اللي حس بيهم ابن يعقوب، لأن المصانع بقت في أيدينا أخيرا. يلا بينا. يلا. سوري مستر سوليمان فور يور ترابل. There was no trouble at all. I learned a lot from a meeting with Mr. Daly this afternoon. So what? All the factor is now in his hands. Such a character, you must be very patient. Very durant. From now on, my only obsession is Mr. Saad Dedali. يبقى نتصرف ونوفر في حصة استيراد الفوسفات الكام من شهر الجايين، وخصوصا ان احنا عندنا ستوك كفايه. ليه يا رفقي؟ يعني ليه نمشي حاجه على حساب حاجه؟ الله، امال انت ناوي على ايه؟ انا ناوي انزل على مرسيليا ابيع شركه الشحن وشويه الممتلكات اللي هناك، يوفوا بالغرض، وهو نخلص كمان من شريكنا المقرف اللي هناك. انما انت اتاكدت ان الجدع ده اسرائيلي؟ ثانيه واحده. الو؟ يس سبيكينج. يس. ار يو شور؟ ثانك يو. جماعة أصحابنا لقوا خالد الدالي هنا في لندن. هنا في لندن؟ أنا كمان استغربت من الجرأة اللي هو فيها. هو مش عارف إن صفقة المصانع كانت في لندن، وطبيعي إنك هتيجي تراعي مصالحك هنا. خالد ما حسبهاش كده خالص. هو كان متأكد
إن مفيش حد فينا هيخرج حي من حريق المجموعة، خصوصاً أنا. وهو فين في لندن؟ هو في فيلا في ضواحي لندن، منطقة اسمها ريتشموند. كلمني الناس بتوعنا خليهم ييجوا.